أود أن أشكر المنظمين على دعوتهم لي لحضور هذا المؤتمر غاية الأهمية، وأعتقد أنه قد أتى في وقته، ليس فقط لأننا نناقش الأخلاقيات، ولكن حتى في دولة تتجه نحو المستقبل، ونحن علينا أن نطرق لهذه المواضيع حتى نستطيع أن نعطي وجهات صحيحة لمستقبلنا. ولذلك أعتقد أن مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاقي سيكون مركزا مهما لاستقطاب جميع الأكاديميين والسياسيين الذين يأخذون هذه الأسئلة بجدية. الآن سوف أعتقد أنني سأكون الأخيرة، ولذلك إذن سوف أبدأ من السؤال الثاني عوضا عن السؤال الأول، وهو صحوة الشعب العربي أو كما يسموه الربيع العربي أو أي تسمية أخرى، وما هي تبعات هذه التغييرات. أعتقد في البداية بأنها ستغير تمثيل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمجموعة واحدة. لدينا تمثيل هذه الدول كما لو أنها وحدة متكاملة، وقد سميت في المنطقة العربية، ويعني بذلك أنها متداخلة اقتصاديا واستبدادية بسلطتها. وأعتقد بأن هذا قد تمزق. الآن لا نستطيع أن نتحدث عن النظم العربية كوحدة واحدة، وأيضا الدول المختلفة تتبع عواقل مختلفة. واحد الأمور المؤكدة بأن هنالك أفق للسياسة مع بناء الديمقراطية في هذه الدول، وهذا يعد وعودا مهمة. وكحركات مواطنة أن الدول العربية لديها هذه الإمكانات وأفق الإمكانات. وفي البداية أعتقد أن وسمة هذه الحركات فيها نوع من الجدل، هل هي ثورة، هل هي صحوة، هل هي أزمة، هل هي ثورة عامة، ولكنها جميعا تشير إلى أمر واحد، وأنا أقول بأنها تتسم بأنها حركات شعبية، وليست الناس قد أثبتوا أنفسهم في الحياة السياسية، والحياة السياسية ليست بالطريقة التي كنا دائما نتجادل حولها، ولكن عن طريق السيطرة على حركة ساحة التحرير في مصر. وجميع هذه التحولات لديها خصائص واحدة، أن الناس أو الشعب كأفراد وليسوا كمجموعات أو أحزاب قد ذهبوا إلى الساحات العامة وإلى الحياة العامة وتواجدوا في الشارع، وهذه هي السمة التي أعتقد أنها في غاية الأهمية. وسوف آتي إلى هذه الجزئية وتطرق لها في كلمتي أو عن طريقي، إذن لأن هذه جزئية مهمة. إذن هذه إثبات وجودهم وإظهار وجودهم وقولهم لا، وهذا يكفي. الآن سوف أعتقد أنني سأكون الأخيرة، ولذلك إذن سوف أبدأ من السؤال الثاني عوضا عن السؤال الأول، وهو صحوة الشعب العربي أو كما يسموه الربيع العربي أو أي تسمية أخرى، وما هي تبعات هذه التغييرات. أعتقد في البداية بأنها ستغير تمثيل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمجموعة واحدة. لدينا تمثيل هذه الدول كما لو أنها وحدة متكاملة، وقد سميت في المنطقة العربية، ويعني بذلك أنها متداخلة اقتصاديا واستبدادية بسلطتها. وأعتقد أن هذا قد تمزق. الآن لا نستطيع أن نتحدث عن النظم العربية كوحدة واحدة، وأيضا الدول المختلفة تتبع عواقل مختلفة. واحد الأمور المؤكدة بأن هنالك أفق للسياسة مع بناء الديمقراطية في هذه الدول، وهذا يعد وعودا مهمة. وكحركات مواطنة أن الدول العربية لديها هذه الإمكانات وأفق الإمكانات. وفي البداية أعتقد أن وسمة هذه الحركات فيها نوع من الجدل، هل هي ثورة، هل هي صحوة،
هل هي أزمة؟ هل هي ثورة عامة؟ ولكنها جميعا تشير إلى أمر واحد، وأنا أقول بأنها تتسم بأنها حركات شعبية وليست الناس قد أثبتوا أنفسهم في الحياة السياسية، والحياة السياسية ليست بالطريقة التي كنا دائما نتجادل حولها، ولكن عن طريق السيطرة على حركة ساحة التحرير في مصر. وجميع هذه التحولات لديها خصائص واحدة، أن الناس أو الشعب كأفراد وليس كمجموعات أو أحزاب قد ذهبوا إلى الساحات العامة وإلى الحياة العامة وتواجدوا في الشارع، وهذه هي السمة التي أعتقد أنها في غاية الأهمية، وسوف آتي إلى هذه الجزئية وتطرق لها في كلمتي أو عن طريق إذن، لأن هذه جزئية مهمة. إذن هذه إثبات وجودهم وإظهار وجودهم وقولهم لا وهذا يكفي، هي تضع على الطاولة بعض القضايا الأخلاقية من شأنها الكرامة ومكافحة الفساد. والدكتور جاسر قال بأن هذه ثورات أخلاقية، ولذلك هي في غاية الأهمية، وعلينا أن نناقش موضوع الأخلاقيات، لنعرف أن هذه الثورات لم يقم فيها فقط المسلمين ولكن جميع المواطنين، ولكن علينا أن نفكر بها من بعدها الأخلاقي. لذلك هذا يعني تحولا براغماتيا وأفاق ديمقراطية. لقد دائما كنا نشير إلى الدول الغربية عندما نفكر بالديمقراطية، والآن مركز الديمقراطي قد تحول من الغرب إلى الشرق مع الثورات العربية، ولذلك لقد أصبح مراكز للإلهام حتى في بعض المدن الأوروبية كما هو الحال في إسبانيا وحتى في فرنسا. سمعت بأن الفرنسيين قالوا أنني أود وأتمنى لو أكون تونسيا، وأصبحوا يشعرون بفخر. كما إذن هذا التحول بالمكان قد نقل محور التركيز إلى الدول العربية كمنطقة للديمقراطية. ولماذا هذا مهم؟ لأن هنالك استقلالية عن الغرب، ومع ذلك ليست معارضة للمجتمعات الديمقراطية. إذن هذه الاستقلالية عن الطريقة الأوروبية لتخيل الديمقراطية هي مهمة جدا، ومع ذلك هي لا تقوم على الغرب أو تقوم ضد الغرب. إذن هي تتعلق بالهوية وتحاول أن تبني توافق ضمن المجتمع بطريقة واقعية. أنا أعتقد بأن هذا أمر واعد. التحول البراغماتي الثاني أو الجذري الذي أصر عليه هو فتح أو طرح السؤال بطريقة مختلفة حول فيما يتعلق بالتفكير الثنائي ما بين العلمانية من جهة والإسلام من جهة أخرى. هذه الحلقة المفرغة التي أبقت المجتمعات ضمن الاستبداد والسلطة العلمانية مقابل الحركة المعارضة الإسلامية، ومن ثم هذا الانقلاب حيث قامت الحركة الإسلامية بالسيطرة على السياسة العلمانية. أعتقد أننا نطرح السؤال بطريقة مغايرة لأول مرة. نحن نقول السؤال، نطرح السؤال ليس عن طريق التناوب بأن الإسلام مقابل العلمانية وأيهما يقود، ولكن هذا يشير أننا كيف نستطيع أن نفكر بهذين البعدين بأفق واحد دون أن يسيطر واحد أو يهيمن على آخر. هل نستطيع إعادة تشكيل كلاهما في طريقة جديدة دون أن نعني بأن واحد يحل مكان الآخر؟ هذا السؤال، هذا الأفق وإعادة تشكيل البعد العلماني من البعد الإسلامي، هو السؤال الذي سأخذه بجدية وأخذه من التحول العربي. إذن وبعبارة أخرى، كيف أن المرجعية الإسلامية سوف تصبح جزءا من هذا التحول وليس التحول الوحيد ونتاج هذا التحول، إنما جزء من التحول. ومن هذا المنظور أود أن أقدم التجربة التركية في هذا السياق، لأن الربيع العربي أيضا جلب انتباه التركية. لماذا هذا؟ لأنه ربما بهذا سبب هذا الوعد أو الخروج خارج الحركة المفرغة، وتركيا قد قسمت ما بين هذين القوتين، القوة الإسلامية والقوة العلمانية والنخبة العلمانية كما تعرفون. وأعتقد أن تركيا كمرجعية
قد ظهرت. ولماذا هذا؟ لأنها قد اعتبرت عبارة عن مثال لتضارب الحضارات حيث الثقافات التي كانت هنالك تصارع بين الشرق والغرب، وكان ينظر إليها بأنها دولة غير عربية من وجهة نظر أوروبية، ولكنها أيضا كانت غير مرغوبة بنفس الوقت من الاتحاد الأوروبي عندما قدمت نفسها كدولة مرشحة لانضمام الاتحاد الأوروبي. تركيا لم تكن محترمة من النخبة العربية أو حتى من الشارع العربي، لأنها لم تكن حقيقة غير مستقلة عن أوروبا، والآن قد أصبحت بصورتها الحالية. والسؤال نفسه يمكن أن يطرح على تركيا ومن تركيا أيضا، لماذا؟ لماذا تركيا قد أصبحت ذا جدوى جديدة، ولماذا تستطيع أن تدخل حيز النقاش وتطرح مجموعة من الأسئلة؟ في البداية أعتقد أن هذا لم يحصل بين ليلة وضحاها، في البداية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، وهذا ربما يكون مرتبطا ومجددا سأعود إلى المثال المتعلق بالأخلاقيات. أقدم فقط ثلاثة تواريخ تاريخية لتوضيح كيف أصبحت تركيا مستقلة عن القوى الغربية. الأول 2003 عندما قام البرلمان برفض مشروع قرار يسمح بالقوات الأمريكية بالهجوم على العراق من الأراضي التركية، وأعتقد أن هذا كان تحولا مهما، لأن تركيا قد عبرت بوسائل ديمقراطية ووسائل سياسية ووسائل وتصويت برلماني، وهذا مهم جدا، أن هذا ليس قرارا عسكريا وليس قرار الجيش كان أو النخبة، وإنما كان قرارا صادرا من البرلمان التركي، وقد رفضوا مشروع القرار، وهذا كان تحولا ونقطة تحول في تاريخ تركيا، وقد قلق نوعا كبير من التغيير على العلاقات التركية الأمريكية، وكان تغييرا. الأمر الآخر ينتقل إلى 2005 عندما فتحت الاتحاد الأوروبي مفاوضات مع تركيا، ولكن شعرنا بأنهم لم يكونون يؤيدون، قد فتحوا الباب لنا ولكن قلوب المواطنين الأوروبيين كانت ضد انضمام تركيا. إذن بعبر تبديد هذا الوهم أمام الأتراك الذين عرفوا أنهم لن يصبحوا ضمن من الاتحاد الأوروبي، وهو ليس الطريق الطبيعي، هذا له كان تحولا وأثرا كبيرا على أيضا على الأخلاق، لأن كان على تركيا أن تصنف نفسها لمعرفة ما هو العادل وما غير العادل، وليس فقط دائما تسأل سؤال الأخوة الكبار، وهذا كان استقلالية كبيرة. ومجددا 2009 و2010 العلاقات الإسرائيلية التركية التي تدهورت، ومع الهجوم على الاعتداء على غزة والحصار على غزة، الأتراك الهجوم على الأسطول التركية وقتل الأتراك على السفينة، وأيضا رئيس حزب العدالة والتركية وتعليقاته، هذه كلها انعكست على الشعب التركي وأيضا على الشعب العربي كالشعب العربي كله كحكم عادل. إذن هذا كان نقطة تحول تاريخية في التركية، ومن هذا السياق تركيا والسياسة التركية الخارجية أصبحت أكثر استقلت. وإذا من ناحية أخلاقية علينا نقول بأن الأخلاق والاستقلال والسياسة هي مستقلة. آخرا ما الذي جعل تركيا محط اهتمام ومحور نقاش هو سؤال الهزمك والطريقة التي حكم بها حزب العدالة والتنمية، قاموا بتوفير الخدمات، وكانت هنا تعكس أخلاقا إسلامية، بدأوا بالبلديات وبدأوا بتقديم الخدمات للفقراء والعلاج الصحي والتعليم والسكن. إذن ليس فقط أرقاما ومعدلات النمو التركية والمجمل الإنتاج الناتج المحلي، ولكنهم كيف قاموا بتقسيم، إذن نعم سوف أنتهي خلال أقل من 10 دقائق، والفقر، ولكن أيضا مع تقرب التركية إلى العالم العربي أصبحت نموذج أو المقاربة السياسية التركية والقوى الناعمة والمتاحف والفن والمعارض
والتجارة والجامعات الخاصة والتبادلات الاقتصادية، هذه كلها ليست هي مستقلة عن الدولة. وهنالك ثلاثة أسباب: ومبررة وتظهر سياسة عادلة بتوزيع الخدمات، وقد أصبحت جزءا من الديمقراطية ومن مرحلة تعلم للدول المجاورة، والتي جعلت تركيا تجربة وحتى نموذجا. ولا يعني النموذج بأن نقوم بأن نتبنى نموذجها بشكل تام، لا، يجب أن يكون هنالك تكييف، ولا علينا أن نفكر خارج السياق العلماني الديني. وهذه هي ما خصوصية التجربة التركية بالتأكيد مع التحدث عن السياسة الأخلاقية والأخلاق السياسية. إذن كيف نستطيع أن نفسر المرجعية الإسلامية من قطب إسلامي؟ وفي عام 2002 خارج هذه الحلقة المفرغة بين العلمانية والتطرف الإسلامي كان هنالك خروج، وقدوم حرس بالعدالة والتنمية إلى السلطة تم تفسيره بأنه دور المثقفين كدور المثقفين، وعملية تجاوز للعلمانية والتطرف. كانت هنالك طاولة مستديرة تم دعوة فيها جميع المتخصصين سياسيين وصحفيين، وتم مناقشة. إذن هنالك كانت الأخلاق محط نقاش، وهذا ما ساعد في بناء حيز جديد ساعدنا على تجاوز هذه التقسيم العلماني الإسلامي. إذن كيف كان من ممكن أن نتعامل مع بعضنا البعض بطريقة ليست رسمية خارج طاولة مستديرة، وبالتالي نقوم بتوثيق الروابط ما بين التركية المقسمة علمانية ودينية. أيضا موضوع المرأة أيضا كان مهما، أو الحجاب كان مهما جدا وحيز جدل بعد استلام حزب العدالة للتنمية، ولكن مرة أخرى التقسيم ما بين الحركات النسائية وكان مهما جدا، وقد كانوا جزءا من هذا. السياسات الغير ديمقراطية التي عادة ما تم دعمها من الحركات النسائية العلمانية كما هو الحال في أوروبا اليوم. وبعد 25 عاما فقط مؤخرا وقبل أسبوع، الحركات النسائية العلمانية شاركت في عريضة لصالح المطالبة في النساء المحجبات لحصولهن حقهن في الحصول على خدمات عامة وأعمى وظائف حكومية. وأعتقد بأن هذا مهم جدا لتركيا، وهو ليس بناء توافق ولكن بداية لفهمة وجهات نظر البعض، وليس فقط للمحاربة لحقوقنا فقط ولكن لحقوق الآخرين. كان علي أن أنتظر 25 عاما لرؤية هذا، والآن أنا سعيدة جدا لما رأيت أن الحركات النسوية العلمانية تدعم حقا دينيا للمرأة لممارسة الوظائف الاجتماعية. إذن هذه قصة نجاح في حياتنا، ولذلك أنا أقدمها لكم الآن. إذن الدروس يجب أن نتأخذ إلى مستوى أخلاقي الآن. السؤال المطروح هو العلاقة ما بين القوى السياسية والحياة العامة، وعلينا أن نتصدى لهذا القضية إذا أردنا نتحدث عن الأخلاقيات. الذي أحاول أن أبينه بأن استقلالية العامة من الحكم السياسي هذا أمر مهم جدا، لأننا إذا قمنا بتقليل الحياة العامة فلن يكون هنالك حيز للحوار. إذن كيف بإمكان الاستقلالية، إذن كيف الفقه الإسلامي أن يضمن الاستقلالية؟ هذا سؤال أود أن أتصدى له في الجلسة الأولى. إذن ما هي الطرق لأن نصح فيها سؤال استقلالية السياق العام، لأن هذه المرحلة الجديدة
جديدة للمجتمع العربي الذين يملكون الشارع ويملكون الحياة العامة. إذن استقلالية العام أو الشارع قد ضمنه العلماء. إذن اليوم العامة هي تتشكل من الفنانين والسياسيين ورجال الإعلام والمواطنين والموسيقيين، وهم يبحثون يتحققون من المصادر والموارد السياسية. لذلك استقلالية العامة مهمة جدا. وعندما الحياة العامة حقة نحن نبدأ فيها كأفراد وليس كمجموعات، وفي بعض الأحيان لا تكون متوافقة مع الحكم السياسي وأيضا مع الإرادة الجمعية. وقد ناقشنا موضوع الأخلاق من وجهة نظر الفنية، وقد كما بينت الصوفية في الإسلام بأن هنالك طريقا نتبعه بدون معرفة أين سيودي بنا. فإذن هذا الجزئية من الإبداع ومن الصوت البشري، والذي قد يعني في بعض الأحيان نوع من الرابط مع المجتمع الخاص به. إذن ماذا يقوم به الأخلاق الإسلامية وكيفية ضمانها للأصوات الفردية هي أحد أهم الأمور التي علينا أن نبحثها. كيف سيقوم الأخلاق الإسلامية بالاستجابة إلى الانتقادات القادمة من المسلمين نفسهم أو حتى من غير المسلمين، كما نحن نرى في السياقات الأوروبية والمجتمعات الأوروبية. ثالثاً، لماذا العموم مهمين جداً؟ لأنها الطريقة الوحيدة لمحاربة طغيان الأغلبيات، وهذا سؤال أيضاً مطروح ومرتبط بالأخلاقيات الإسلامية. وقد رأيت في حالة تركيا غالباً فكرة الأغلبية وفكرة الناس تستخدم كمبرر لجميع السياسات دون محاسبية. لذلك موضوع الأقليات قد ظهر، وهل من الإمكان أن يكون هناك طرق أخرى مختلفة للتحدث عن حقوق هؤلاء الذين ليسوا في أغلبيات؟ لأنه في الغرب هذا قد تم وضعه في إطار الأغلبية، حقوق الأغلبيات، حقوق الأقليات. هل هناك طرق أخرى للتفكير بهذه الفروقات في السياقات العامة؟ وما الذي يستطيع أن نقدمه الأخلاق الإسلاميات خارج هذه الحقوق الأقليات والجماعيات؟ مرة أخرى، طغيان الأغلبية من باب المشاكل التي نواجهها في كل دولة، لأن قوى الدولة دائما تقدم نفسها كمجتمع وطني ضد أو فوق عرقية معينة، أو في بعض الأحيان ربما أغلبية دين معين فوق، في على سبيل المثال تنتقد الغالبية السنية في تركيا بأنها تهيمن على العلوية، أو حتى بعض التجمعات الوطنية. وإذن ما أعنيه هو أنه كيف في السياق العام، كيف بالإمكان لهؤلاء الأشخاص المختلفين وليس المجموعات، وكيف يستطيعون أن يأخذوا مكانهم في الحياة العامة، وكيف يستطيعون أن يقدموا آراءهم ويواجهوا اختلافاتهم، وربما يستكشفون معايير جديدة للمشاركة. ولذلك أعتقد لهذا تكمن أهمية الحياة العامة. نحن هنا لمحاولة استكشاف وفهم اختلافاتنا ونقاط تشابهنا للخروج بقيم مشتركة جديدة. وفي هذا السياق حرية التعبير وفي خاصة في الحياة العامة مهمة جدا. والنقطتين الأخيرتين، الحياة العامة كما طرحت في بعض الأسئلة من المتحدثين السابقين تهيمن عليها الجمال التجاري وعبر إنتاج أو صناعة التنميط، مثل التنميط كما هو الحالة في أوروبا، وأيضا عن طريق
وليس النقاش المنطقي. فإذا نحن نواجه تحريضا متزايدا وربحية وتنميطا. كيف نستطيع أن نحافظ على الحياة العامة بمدنيتها؟ ومجددا هذا سؤال مهم نواجهه، كيف أن الأخلاق الإسلامية بشأنها أن تساعدنا في مواجهة اختلافاتنا والمشاركة مع بعضنا البعض؟ هذا مجدد مهم جدا، لأنه في معظم الأوقات الأخلاقيات الإسلامية هي من أجل التوافق والوحدة، ولكننا حقيقة حاليا نواجه اختلافاتنا. فهل هنالك طريقة لإعادة التفكير في أنماط حواراتنا وفضائلنا حتى نستطيع أن نعززها في سياق اجتماعي مدني؟ وآخر شيء، نحن الآن نقلب الصفحة، صفحة هذه الأنظمة العلمانية الاستبدادية، ولكنها لم تأتي حتى الآن. لقد وضعنا خلفنا حقيقة، ونحن نحاول أن ندخل التاريخ وليس عن طريق وليس بتتبع أثر الغرب، ولكننا نحاول أن نفكر بأنفسنا. وفي هذا السياق، كيف أن التفكير الإسلامي والأخلاقيات الإسلامية سوف تشارك مع العلمانية، ليس للانتقال الحياة المدنية التي أو للانفتاح للتطرق لجميع الأسئلة التي تدع أمامنا تفتح أمامنا إمكانيات لمقاربات جديدة، ربما تصبح تصورا ديمقراطيا جديدا. إذن علينا أن نكافح، وبما أننا قلبنا هذه الصفحة الاستبداد، فعلينا أن نبذل جهودا أكثر من ذي قبل من أجل حل القضايا من وجهة نظر أخلاقية. شكرا جزيلا لكم.